لا ماء في الضباب يسقي الظمئين الفارين من جحيم المدينة، ولا قمر يطل على حيفان لينير درب الساهرين كما تخيلها يوما عبد الله عبد الوهاب نعمان. بل ريح سموم تحملها الدبابات وآلة الموت التي تقصف القرى والمناطق العالقة في الجبال. يقول الأهالي إن الحرب استنفدت طاقتها في المدينة وامتدت إلى الريف، حتى فاض الريف بنارها وبارودها. في التفاصيل أن خارطة المعارك تشمل معظم مديريات ومناطق محافظة تعز الريفية. وبحسب آخر التطورات العسكرية، فإن الميليشيا أحكمت سيطرتها على منطقة الحكوم التابعة لمديرية حيفان، وهي منطقة تطل مباشرة على هيجة العبد التي تفصل خط تعز عدن آخر منافذ المحافظة. لكن الجيش الوطني والمقاومة أعلن حالة الاستنفار في هذه المديرية بعد أن وصلت حملة عسكرية كبيرة لهم إلى التربة بهدف تحرير منطقة الحكوم. أما في الأقروط فقد تقدمت قوات الجيش والمقاومة إلى مشارف مديرية دمنة خدير بهدف قطع خطوط إمداد الميليشيا. وفي الشقبة التابعة لمديرية صبر الموادم تستعر المعارك التي تشارك فيها مقاتلات التحالف، كان آخرها غارة جوية استهدفت تجمعا للميليشيا في قرية الشرف. في مناطق التماس بريف تعز يتنقل المواطنون بين القذائف غير آبهين، كيف يهزم هؤلاء؟ سؤال لا يمكن إبعاده عن عقل من يرى المشاهد اليومية على خط النار وداخل مدينتهم المحاصرة.